السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله. كنتمنى من الله تكونوا مزيانين وتكونوا في الصحة الجيدة إن شاء الله، وكنتمنى من الله تكونوا كتسمعوني. عيدكم مبارك سعيد، وكنتمنى من الله تكونوا قوسوا العيد زوين وتبارك الله عليكم. مهم كاين شوية الريح هنايا خوتي على حسب هاد الرشاشة ديال مولاي عبد السلام. هنايا أنا جيت العكس ديالها باش الريح كيضرب فيا هيدا، ملي كيضربني العكس الريح كيخربقلي الشعر كامل كيقلبني أنا. المهم اخوتي تعطلنا عليكم، ولينا مؤخرا كنديروا فيديوز معطلين شويه، ولكن الخدمه هي كل شيء اخوتي. الانسان كيكون خدام ضروري كيتعطل. اليوم جينا نهضروا اخوتي على من، على الناس اللي كيسولوا كيقول لي الطنجاوي كيف درتي الجواج ديال اسبانيا، كتقول جوجتي في اسبانيا. اليوم غنعاود لكم الجواج ديال اسبانيا ديال ثلاثه ولا اربعه طرق، بقاو مع الفيديو باش تفهموا كل شيء حتى الاخر. يلاه جو معايا ديروا لايك. المهم اخوتي حنا رجعنا عندكم الجواج في اسبانيا، نهضروا على الدرجه الاولى. الدرجه الاولى تقدر تجوج بالبنت، تكون معها دير معها غير لادريس، بلا ما دير معها لا كاغيت لا حتى شي حاجه، تجوج بها تعيش معها في الدار، ديروا انت وياها لادريس في دار وحده 6 شهور اولا 3 شهور، ولكن خصها تكون هذه البنت هذه عندها الجنسيه، خصها تكون خدامه عندها الجنسيه، تقدر تعيش معها 6 شهور او 3 شهور في الدار بنفس لادريس. على حسب مدريد عندها قانون بوحدها، برشلونه عندها قانون بوحدها، فالنسيا بوحدها، كل بلاصه عندها قانون ديالها بوحدها. اليوم غادي نهضر لكم على الجواج ديال مدريد، انا نهضركم على بلاصه ديال مدريد نتوما فهموها مزيان. مدريد ولا عندك امراه عندها الجنسيه وخدامه وعندها 1200 اورو في الشهر 3 شهور حتى 6 شهور يكونوا عندك الوريقات ديالك ديال 5 سنين، تقدر ديك 5 سنين تمشي تعيش في اي دوله ماشي تجلس في اسبانيا. ولكن كنهضر لك على المراه ولا بغيتي تتزوج بها غير تعارف، جواج التعارف كنقولوا له هنايا، كتعيش معها في الدار دير لك لادريس، مؤخرا كتخرج بالوريقات ديالك. هذه كاينه في مدريد اخوتي، مدريد عندهم بين 3 شهور حتى 6 شهور، ولكن كاين بلايص اللي عندهم عام وكاين بلايص اللي عندهم غير 3 شهور سيكور، وهذيك تكون نيشان. والنقطة الثانية، النقطة الثانية الريحة اخوتي كنتمنى والله تكونوا كتسمعوني. النقطة الثانية اخوتي باش تفهموها هي تكون انت باغي تجوج شي انسانة كيطلبوا لك الزواج بها، انت باغي تجوج بها مثلا نيشان، باغيها المرأة ديالك حلالا طيبا، خصك تضرب معاك كاغي الزواج وتقراو فاتحة وديروا بزاف الحاجات وتسافر العربية دير ديك الشيء اللي قال الله بزاف ديال الحوايج. هادي شنو خصك؟ بزاف الناس كيقولوا لك ولا كنت انا مجوج في المغرب ومازال ما مطلقش مثلا في المغرب، واش نقدر نجوج في اسبانيا؟ على حسب كل واحد والعقليه ديالو. تقدر تجيب عقد العزوبه من المغرب بان انت عمرك جوجت، قال لك المغرب ولا تستغرب هاد العبد الضعيف دار بزاف الحاجات وقد يدير بزاف الحاجات. المهم انا كنوريكم ستوريا كيفاش دايره، بالاخر الفيديو غنعاود لكم انا كيف درت. المهم تجوج بها نورمال كاغي تصدق ديالك كلشي ديالك، هذيك كتجيش هذيك كيصعبوا لك شويه فيها، كيصعبوا لك فيها شويه ولكن ماشي مشكل. واخا كيصعبوا لك شويه كيدير لكم لونكيت، كتمشي لعندهم كيديروا لها هي لونكيت بوحدها وانت بوحدك، كيقولوا لك شنو كيعجب المراه ديالك تاكل وشنو كيعجب المراه ديالك تقول لها، شنو الكلام زوين كيعجبك تقول لها، وعاود كذلك هي كيقولوا لها شنو الكلام اللي كيعجب الراجل ديالك يقول لك. واش فهمتي؟ بزاف د الحاجات كيديروا لك لونكيت، لابسط حاجه كيديروا بها لونكيت في اسبانيا. علاش ولات تخاويت مؤخرا بزاف، ولاو الناس كيديروا داكشي بالفلوس، ولاو كيديروا لونكيت على اي حاجه، ولاو كيجيو عندك في الصباح خصهم يجبروك انت وياه في الدار، خصهم يمشيو للحمام يجبروا الطواليت حاشاكم، يجبروا الكركات ديالك وديالها، يجبروا الشيتات السنان ديالك وديالها، يجبروا الحكاكه ديك ديال الحك الكيس ديالك وديالها، الصابونه ديالك وديالها، الشامبوان ديالك وديالها. المهم هذا الزواج الحقيقي خصهم يجبروا عندك هادشي هذا، وفوق منها خصهم ضروري يجبروك معاها، ولا دخلوا غير الدار ما جبروكش معاها شي صباح، راه الدوسي ديالك كينهار كينهار، الدوسي ديالك الزواج كينهار بصفة عامة. ولكن النهار اللي كيقبلوا لك كيعطيوك 5 سنين ديريكت، خدم ولا ما تخدمش شغلك هذاك، المهم كتكون المرأة ديالك خدامة. كنهضر لك على المرأة اللي عندها ناسيوناليتي عندها الجنسية. دابا غنجيو لمرأة ولا عندها الوراق 5 سنين وباغا يجوج بها مثلا شي واحد ما عندوش الوراق، نورمالمون ما تقدرش يدير لك الوراق في اسبانيا، خصك ترجع للمغرب وهي تجيبك للمغرب اسبانيا. المرأة اللي عندها الوراق نورمال عاديين ما عندهاش الجنسية، بغات تجوج بشي واحد مثلا أو بغا يتزوج بها شي واحد باش يدير له الوراق، نو. ولا بغيتيها وبغيتيها حقا الزواج تقدر تجوج بها أفا الوراق، ما عندك ما دير الوراق. ولكن إلا قلتي طامع في الوراق في المرأة عندها الوراق بخمس سنين ما تقدرش دير لك الوراق في اسبانيا، باش نقولها لك. خصك ترجع للمغرب وهي تجيبك من المغرب وخصها تكون خدامة. ما خصكش ترجع للمغرب حتى تكون هي خدامة كتدخل مونيما ديال 1190 أورو في الشهر، 1200 أورو. هذه 1200 اورو 6 شهور كتجيبك من المغرب الوريقات ديالك ديال 5 سنين اولا ديال عامين وحده من جوج. هذه المراه اللي عندها الوراق ديال اسبانيا وما عندهاش الجنسيه تقدر تجيبك من المغرب، ولكن ما تقدرش دير لك الوراق في اسبانيا.
باش نقولها لك. والمرأة اللي عندها عامين ديال الوراق والراجل ما عندوش الوراق، اه النهار اللي كتبدل المرأة عامين ثانية حتى الراجل كيعطيوها عامين ثانية، ديريكتوم كيعطيوها عامين ثانية. والمرأة اللي عندها عام والراجل ما عندوش الوراق، المرأة كتبدل الوراق عام نورمالمون كيعطيو الراجل ديالها حتى هي الوراق ديال العام، ولكن خصها تكون خدامة، واش فهمت؟ ولكن انا بالنسبه ليا الجواج ديال الطمع ديال الوراق انا ما تعجبنيش، تعجبني ندير شي حاجه لراسي، حيت الجواج راكم عارفين الجواج ماشي تدي مرا على الطمع ولا ديتي مرا على الطمع على الوراق راه ما غاتدورش الثانويه. انا كنقول لك من هنايا النهار اللي غتبغي شي وحده وغادير الوراق معها باغي غير دير الوراق معها غتكون انت باغي دير معها الوراق وعاجبك الحال معها، ولكن النهار اللي غتشد الوراق غيتقلب لك العقل ديالك، غتقول هذه بغيتها غير الوراق، اذا راه تبان لك شي حاجه اخرى. اللهم بغي واحد الانسان تعيش معها حلالا طيبا ودير معها الوريقات ديالك انت ديرهم لراسك، يكون عندك عام ديالك وتبدل عامين وفي عامين وفي خمس سنين ديالك احسن ما ديرهم لك امراه، احسن بغي امراه جوج بها ولا كنتي باغيها على الطمع رجال الله. وخليني من هذوك اللي كيديروا الوراق بالفلوس ما كنهضرش على هذوك، انا هذوك الواحد الحريه ديالو بزاف طاحوا في المشاكل. والنقطه اللي هي النقطه اساسيه غنهضر عليها في هذا الفيديو واخا كاين الريح، نقطه اساسيه اللي انا كنأسس عليها دائما، راه المراه ملي كدير لك الوراق في اسبانيا كديرهم لك على السميه ديالها. الراجل ملي كيدير الوراق للمراه في اسبانيا كيديرهم على السميه ديالو، ماشي هو كيديرهم، الدوله كديرهم لك على السميه ديالك. ولكن النهار اللي كتكون باغي تقلبهم على السميه ديالك خصك تكون خدام. اللي مطور خدام كيقلبهم على السميه ديالو، ولكن حتى كتضرب مده الوراق اللي عندك. مثلا عندك الوراق خمس سنين مع الراجل خصك تضرب خمس سنين عاد يمكن لك تقلبهم في السميه ديالك بكونتراتا. وإلا الراجل كذلك عنده الوراق مع المراه خمس سنين خصو يقوز خمس سنين عاد عنده الحق يقلب الوراق على السميه ديالو بكونترات الخدمه، ولا ما عندهاش كونترات خصو يدبر كونترات. وشحال من راجل حايد الوراق للمراه على حساب وقعوا المشاكل بيناتهم كيمشي ديريكت كيحايد الوراق حيت على السميه ديالو، وشحال من راجل حايد الوراق من المراه حايدت الوراق من الراجل. هادشي علاش كنقول لكم اي واحد احسن حاجه يدير الوراق براسو. وشحال من واحد عنده الوراق في اسبانيا باقي الاول ويدفع على الوراق عام دبر مراه جوج وسمح في ديك العام ديالو دارت له الوراقيات خمس سنين. لا كنفضل ندير الوراق لراسي ونطلع شي حاجه ديالي وما كنفضلش يدي لي الوراق المراه، ولكن ماشي كاع النساء، انا كنهضرش على كاع النساء، بالنسبه لي انا الحاله ديالي بوحده، الحاله ديالي انا بوحده، كنهضر لكم على الحاله ديال الناس، راه كل واحد والحاله ديالو. كاين الزهر ديالك حتى حنا شي بنت الناس دير لك الوراق، دير لك الوراق وتقول لك انا غادي ندير لك الوراق ها هما، ولكن كل واحد والحاله ديالو. انا كنفضل كل واحد يدير الوراق ديالو لراسو، بالنسبه لي انايا. وخا تكون مرا كتبغيك وكتبغيها وعندكم الاولاد دير الوراق ديالك لراسك، ديرهم لراسك، كون عندك النفس اصاحبي مالك. وهادشي اللي كاين اخوتي وعطيتكم كاع الحاجات اللي مهمين في الوراق ديال اسبانيا وفي الجواج هذاك ديال اسبانيا. واللي كيقول لي طنجاوي كيف درتي، انا الحاله ديالي غنخليها لكم مفاجاه ان شاء الله، ما بقى قد اللي فات. انا اصلا راني متزوج في اسبانيا ماشي عاد غنجوج، ولكن صبروا علي اخوتي وغتفهموا كلشي. كما قلت لكم فكروا معايا، تقدر تجوج في اسبانيا واخا تكون متزوج في المغرب، ولكن خص يكون عندك شي واحد كابابل في المغرب اللي غيجبد لك عقد العزوبه واخا انت عمرك يعمل لك بان انت عمرك جوجتي. ما كيعنيش الزواج مزواج في المغرب، كيعني انت عندك الحق دير مع هاد النساء. غير في اسبانيا ما عندكش الحق تجيب شي مراه من المغرب تجيبها من اسبانيا لهنايا، مثلا تجيب شي مراه من المغرب لاسبانيا. هاد القضيه اللي درتها انا نفعاني انا وما نفعاش هذاك اللي عنده المراه في المغرب وباغي يجوج هنا باش يدير الاوراق يطلق مع هذه ويجيب اخرى من المغرب. نو غيحيدوا لك الاوراق. نهار اللي غتكون غتجيب هذيك المراه، نهار اللي غتدفع باش تجيب ولادك غادي يحيدوا لك الاوراق. احسن حاجه ولا كنتي مجوج في المغرب وعول بان تجوج هنا ديريكت ما باقيش تفكر في المغرب، جيب شهاده العزوبيه من المغرب وجوج هنايا وهود وطلع انت المراه ديالك ودير لك الوريقات ولا دير لها الاوراق شغلك هذاك، ولكن ما تفكرش تجيب ديك المراه اللي كانت عندك في المغرب. واخا تطلق معها وتعاود تردها ما خداماش، خصك ديك المراه اللي في المغرب ساليتي معها تهلا خرج شي ماشي مزيانه الله يعاون. كما دار كابافر قلت لكم غادي نديرها غادي نديرها، الحمد لله انا مجوجين نتسناو مفاجاه قنبله اللي غتفرقع قريب الاجل ان شاء الله. يلا تهلاو في راسكم ما تنساوش واحد الحاجه، انا احبكم حب في الله. شوفوا هذا المنظر الجميل انتم ما كتشوفوكم طنجاوي مصيف عليكم. يلا تهلاو.